السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من الحوار الاقتصادي. نتحدث اليوم عن قطاع الكهرباء في سوريا وإمكانية وخطط وزارة الكهرباء فيما يتعلق في الوضع الحاضر، يعني وما يعتري هذا الوضع الكهربائي في سوريا من مصاعب، وأيضا إجراءات قد تقوم بها وزارة الكهرباء الحكومة بشكل يعني عام لإيصال الكهرباء إلى يعني كل المناطق، إلى المنشآت الصناعية، إلى المدن، إلى البيوت، إلى كل مكان. لكن اليوم ما يحدث، صرنا بنعرف أنه اليوم نحن عنا حصار على سوريا، بنعرف أنه اليوم نحن ننتج تقريبا 2400 ميجا وات بحاجة إلى 8000 ميجا وات. السؤال هنا كيف يعني أو خطة وزارة الكهرباء، ومو يعني ليست هي خطة بس وزارة الكهرباء، صارت الحكومة كلها تهتم أنه اليوم كيف بدنا نعوض هذا الفاقد. كان هناك يعني من يومين افتتحت وزارة الكهرباء مؤتمر مهم جدا حول موضوع الاستثمار في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، وطرحت بكل قوة وشفافية مواضيع هامة جدا بما يتعلق بالاستثمار في الكهرباء وإعادة صيانة المحطات الحرارية، وأيضا يعني فتحت الباب واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة. إلا أن اليوم هناك أسئلة كثيرة ومحاور قد تكون يعني تسأل للمعنيين في هذا الموضوع عن كيفية التمويل وكيفية يعني الإجراءات الخاصة أو التسهيلات الخاصة، بما أنه اليوم يعني على يعني أعلى المستويات بدنا نحفز موضوع الطاقة المتجددة، لأنه ممكن أن يكون يعني رديف للطاقة المستخدمة حاليا، الطاقة الأحفورية التي يعني اليوم نحن عنا كتير صعوبات حتى نحصل عليها، وعقود طبعا استيراد الفيول اللي عم نعاني منها نتيجة الحصار على سوريا. لكن اليوم في إجراءات عم تقوم فيها وزارة الكهرباء، تعديل الوضع السابق اللي كان موجود خلال سنوات والترهل، ويعني إمكانية إعادة إقلاع الطاقة الكهربائية في سوريا، موضوع يعني شائك جدا وثقيل جدا وملف كتير قوي. لكن في محاولات جادة لوزارة الكهرباء، للحكومة بشكل عام، للتصدي لهذا الموضوع، وعم بيحاولوا. وحاليا نحن ببرنامج الحوار الاقتصادي سوف نلقي الضوء على هذا على هذه الخطط وهذا الدور الذي تقوم به الحكومة ووزارة الكهرباء بشكل خاص في هذا الدور. خلينا نروح لتقرير حول موضوع الكهرباء في سوريا، ومن ثم نعود وإياكم إلى سياق هذه الحلقة. اختتم المؤتمر الأول للطاقات المتجددة والكهرباء فعاليته التي استمرت على مدى يومين بمجموعة من التوصيات، وهي أولاً توصيات من الأمم المتحدة للعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وأثرها السلبي، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة. ثانياً السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية. ثالثاً تفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد. رابعاً التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية. خامساً التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. سادساً تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. سابعاً دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكافة أنواع الطاقة المتجددة. ثامناً إصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه. تاسعاً وضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء. عاشراً إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض، وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة مع الجهات المعنية لإعداد الدراسات المطلوبة. 11 إعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي. 12 دراسة إمكانية اعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. 13 زيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم.
رابع عشر، بناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للقطاعين العام والخاص. خامس عشر، تطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب معنا بالمهندس غسان الزامل وزير الكهرباء. أهلا ومرحبا بك. أهلا في الحوار الاقتصادي. أهلا وسهلا. سيادة الوزير، نحن يعني تطرقنا مباشرة إلى ملخص أو توصيات المؤتمر الذي أطلقتموه قبل يومين فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الكهربائي وأيضا الطاقة المتجددة، وكانت هذه التوصيات يعني عامة وشمولية، ويعني وضعت النقاط على الحروف في بعض الأماكن التي يعني تثير تساؤلات المواطن السوري حول واقع وقطاع الكهرباء في المرحلة القادمة. ما هي النتائج يعني المستنتجة من هذا المؤتمر، وما هي يعني الملخصات التي سوف تعملون عليها في المرحلة القادمة؟ ونحن نعرف يعني وضع الكهرباء من انقطاعات يعني متكررة للمنشآت الصناعية ويعني التجارية وحتى للمنازل والبيوت، شو هي الخطوة القادمة؟ شكرا لك أخي خالد، وكل الشكر للأخوة المشاهدين. وطبعا ما بدنا نفوت نرجع نحكي عن موضوع الدمار والحرب والحصار الاقتصادي وكذا. كان في توجيه حقيقة من سيادة الرئيس بخطاب القسم أنه التوجه باتجاه الطاقات المتجددة ودعوة المستثمرين للحوار. انطلاقا من هذا التوجيه، نحن ورؤية وزارة الكهرباء واستراتيجية وزارة الكهرباء تم عقد مؤتمر. خلال هذا المؤتمر طبعا المقصود من هذا المؤتمر هو معالجة وضع الطاقة الكهربائية في سوريا، محاولة رفع الاستطاعة التوليدية لوزارة الكهرباء. طبعا تم دعوة جزء جيد، مجموعة من الشركات الاستثمارية لسببين. السبب الأول هو طرح الفرص الاستثمارية في سوريا بشكل عام، ما هي الفرص الاستثمارية، ما هي طرق التعاقد، ما هي مخاوف المستثمرين، لماذا تأخر الإقلاع في هذا الاتجاه. طبعا وطلبنا من المستثمرين أن يكون السقف، أنا طلبت أنه السقف مفتوح في النقاش، المطلوب أنه نسمع منكم ما هي المخاوف ونوضح. نحن حاولنا قدر الإمكان في الفترة الماضية حقيقة الإقلاع بالطاقات المتجددة، أبرمنا بعض العقود، جزء منها تعثر، جزء لا بأس، هناك أعمال على الأرض لكنها غير مرضية بالنسبة لنا كوزارة الكهرباء. ونتيجة الوضع القاسي حقيقة بالتوليد، حكيت حضرتك أنه نحن عندنا 2300-2400 توليد، الحاجة أكثر من 9000 ميجا، بين 8000 و9000 ميجا. لذلك كان لابد من الاتجاه إلى مصدر آخر. نتيجة طبعا وقوع حقول النفط وآبار الغاز في منطقة لا زالت تسيطر عليها القوات الأمريكية مع قسد، الإصابات المجرمة قسد، بالتأكيد نحن عندنا بحدود 4000-5000 ميجا جاهزين، لكن هناك نقص في بعض حوامل الطاقة. حاولنا قدر الإمكان أن نتحاور مع المستثمرين، نشوف شو في عندهم مخاوف، شو في عندهم طلبات، واستمعنا والحقيقة وصلنا لتوصيات لا بأس فيها. نحن سابقا كل ما لاحظنا أن هناك ثغرة في مجال ما، في التشريع، في القوانين، في الأنظمة، مباشرة كنا نحاول أن نطور هذه التشريعات بما يتلائم مع قدوم المستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة. سيادة الوزير، يعني اليوم من الملاحظ أنه إطلاق موضوع الطاقات المتجددة
هي كيعني رديف، ما بدنا نقول بديل عن الطاقة طبعا الأساسية الموجودة في سوريا، محط اهتمام الحكومة ووزارة الكهرباء وتعمل الوزارة على هذا الموضوع. لكن اليوم بلاحظ المواطن أنه طيب أوكي أن احنا بدنا نتحول للطاقة المتجددة، لكن الأساليب والطرق يعني صعبة جدا وطويلة يلاحظها المواطن ومكلفة عليك. يعني أي اليوم واحد بده يروح يساوي طاقة متجددة ببيته عم تكلف بين ال 15 و 20 مليون ليرة سوري. طيب اليوم هل يعني تنظر الحكومة وزارة الكهرباء إلى وضع المواطن السوري بالنظر للخطط اللي هي عم تساويها؟ يعني أنتوا عندكم خطتكم تمشوا فيها، لكن في معوقات على الأرض، الدخل وما إلى ذلك من معوقات أيضا قد تكون مو من وزارة الكهرباء. يعني اليوم مثلا أنه بدنا نقول بدنا ناخذ قروض لهذا الموضوع، إلى الآن لم تصدر يعني شيء عن القروض. بدنا نقول أنه في تسهيلات من مصرف سوريا المركزي، لم يعني عم بيقول المواطن ما في تسهيلات من وزارة المالية، لا يوجد إجراءات حقيقية على أرض الواقع. إذا ما تتحدثون به بوزارة المالية لا ينطبق مع القوانين الموجودة أو الموضوع سابقا على الواقع، كيف من نحل هذه المشكلة؟ بالتأكيد نحن أولى الخطوات اللي قمنا فيها اللي هي إنشاء صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. هذا القانون أقر في مجلس الشعب وصدر من سيادة السيد الرئيس بشار الأسد. هناك إجراءات لدخول هذا القانون حيز التنفيذ. بقي اللمسات الأخيرة اللي هو وضع الاتفاق الإطاري مع البنوك لمنح القروض، وسيقر إن شاء الله في مجلس الوزراء. هناك اجتماعات حاليا تعقد مع البنوك بشكل عام لوضع اتفاق على كيفية منح هذه القروض، ما هي الميزات التي سيمنحها هذا الصندوق. تم رصد طبعا مبلغ كسلفة من وزارة المالية بقيمة 10 مليار ليرة سوري كبداية إقلاع لهذا الصندوق. حاليا كما ذكرت هو في المراحل الأخيرة، يقوم الصندوق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر والإنارة المنزلية، يقوم بدفع القروض هذا الصندوق. هناك اتجاهين اللي بيعمل فيهم هذا الصندوق. الاتجاه الأول هو منح قروض بضمانات معينة، أو الجزء الآخر هو دفع فوائد القروض للبنوك. يعني يذهب الأخ المقترض إلى أي بنك يتقدم بدون فوائد، يعني يحصل على القرض بدون فوائد. بدون فوائد تقوم وزارة الكهرباء بدفع هذه الفوائد عن هذه القروض. طيب هذا ينطبق على المنشآت الصناعية والتجارية ولا بس المواطن يعني اللي بيكون بده يساوي لبيته لمنزله أو شيء؟ مبدئيا ذكرت هو للمنزلي أولا. بشكل آخر هي المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. يعني هو رأس مال الصندوق لا زال قليل، هناك مصادر تمويل لهذا الصندوق إن شاء الله سيزداد رأس مال هذا الصندوق، وبالتالي ممكن التوسع. لكن الآن هو للقروض الصغيرة للمنزلي وللمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ثم يمكن أن توسع فيما بعد للأغراض الزراعية وللأغراض الصناعية الكبرى. اليوم يعني باعتقادك التوجه من وزارة الكهرباء اليوم نحو الطاقات المتجددة في سوريا لاقتناء من قبل المواطنين في المرحلة المقبلة يعني كخط ثابت وطريقة للتخلص من موضوع انقطاع الكهرباء، هل هذا هو الطريق يعني للمواطن السوري اليوم؟ بدنا نعتمد على الطاقة المتجددة قدر الإمكان أو أنه في خطة أخرى؟ بالتأكيد كما ذكرت الطاقات المتجددة هي طاقات رديفة وليست بديلة. هي تأمين الطاقة الكهربائية ستبقى هي مسؤولية حكومية. نحن إضافة لموضوع الطاقات المتجددة
طبعا لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري والتوليد بالوقود الأحفوري اللي هو حوامل الطاقة من النفط والغاز. بالتأكيد تقوم وزارة الكهرباء بمشاريع كبيرة في هذا المجال، لكن تحتاج إلى وقت، وإن شاء الله نحن راح نبلش إن شاء الله. طيب، نقلع بعض الـ طيب سيادتك عم بتقول هو مسؤولية الحكومة فيما يتعلق يعني الكهرباء أو توصيل الكهرباء للمواطن حتضل مثل ما هي بالإمكانيات الموجودة يعني في الحكومة، والباقي يبقى أنه هو كبديل ورديف يعني للفاقد اللي عم بيصير الانقطاعات إن كان بالمنازل أو إلى آخره. طيب التكلفة حتى 2400 ميجا اللي أنتوا عم تولدوها بحاجة إلى فيول، وتعمل الحكومة على استيراد الفيول. وأيضا كان أنا شفت وزير النفط الدكتور بسام أيضا يعني قال أنه نحن حندعم هذا الموضوع بكل طاقتنا، لكن اليوم إذا ما قلنا أنه اعتمادنا على الفيول الذي يكلف ملايين الدولارات للحكومة تماما، طيب اليوم عم بيكلفها والفاتورة كبيرة تمام. طيب إذا كان هذا وصار في عنا مشكلة تانية أنه المحطات أيضا اليوم بحاجة إلى إعادة صيانة لأنه فترات طويلة يعني. صحيح. طيب هذا الوضع هل سوف تكون هناك دخول لشركات مثلا في هذا الموضوع، دول حتساعد في هذا الموضوع مثلا صيانة المحطات الحرارية، أو أنه يكون في لكم خطة بهذا المجال حتى نعرف شو يعني وين محاور اللقاء بده يكون أو الحديث بالمرحلة القادمة؟ بالتأكيد ذكرت أنه هناك أعمال تقوم بها وزارة الكهرباء، سواء صيانة محطات التوليد التي تعمل على الوقود الأحفوري، إعادة تأهيل بعض المحطات التي دمرها الإرهاب، إنشاء محطات جديدة، هذا ضمن استراتيجية وخطة وزارة الكهرباء، وعقد بالفترة الأخيرة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماع موسع للجنتي الموارد والطاقة واللجنة الاقتصادية، ناقشت احتياجات وزارة الكهرباء. طبعا كان في مذكرة مرفوعة من قبل وزارة الكهرباء، تم مناقشة هذه المذكرة، تم وضع الاحتياجات، تم وضع الأولويات لتأمين القطاع الأجنبي من قبل طبعا مصرف سوريا المركزي، نوقشت بكل شفافية احتياجات وزارة الكهرباء، ما هي قدرة القدرة الحالية على تأمين هذا القطع، وهي أرقام حقيقة كبيرة جدا، ما هي إمكانية الحصول على القطع التبديلية في ظل الحصار الخانق التي تفرضه الدول الغربية الاستعمارية، ما هي خطط وزارة الكهرباء لتأمين هذه القطع، ما هي الطريقة التي في شراكة بقى مع القطاع الخاص بهذا الموضوع ولا لا؟ بالتأكيد من ضمن هذه المناقشات تم التوجه إلى إجراء بعض العقود التشاركية، إجراء بعض العقود التشاركية مع القطاع الخاص ليكون شريك. أنا قلت إنه هي مسؤولية حكومية، لكن لابد من أن يكون القطاع الخاص هو شريك ومحرك للاقتصاد. الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص نسعى كفريق حكومي بكل اجتماعاتنا أنه نسعى إلى تنشيط القطاع الخاص للدخول كشريك مع الدولة في تأمين الاحتياجات، سواء بالطاقة الكهربائية أو بالصناعة أو بأي مجال آخر، ما دام هناك تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريك حقيقي للدولة في تأمين احتياجاته، فهذا بالتأكيد هذا ما نسعى إليه في الحكومة. وهناك بعض طبعا قد تكون وزارة الكهرباء قد تكون هي الأولى في إجراء عقد تشاركي، إن شاء الله نحن عم نتفاوض مع بعض المستثمرين الوطنيين محليين بالتأكيد لإجراء بعض عقود التشاركية لإعادة تأهيل بعض محطات التوليد، طبعا مستفيدين من مرونة القطاع الخاص. القطاع الخاص بشكل دائم هناك مرونة يتمتع بها أكثر من القطاع الحكومي، هذا ما نسعى إليه. طيب بهذا الإطار كان في أحد توصيات المؤتمر أنه يكون في عنا
يعني ناحيتين، أول شيء التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، وأيضا كان في اقتراح أيضا بإقامة هيئة ناظمة للكهرباء في سوريا لي يعني تنظيم وضع الكهرباء. شو رأيك بالاقتراحين وهل سوف يتم تبنيها ولا لا؟ نعم، بالتأكيد إقامة شركات مشتركة هو أحد الحلول التي نطمع بها كوزارة كهرباء، يكون عندنا شركات مشتركة مساهمة للطاقات المتجددة، تقدم قروض، تقدم بعض المنتجات، تستورد بعض المنتجات، هذا كتير مهم وكتير جيد. الهيئة الناظمة للكهرباء بالتأكيد سيد الكريم عندما يدخل القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة لابد من وجود هيئة ناظمة تنظم، طرف ثالث، هو الهيئة الناظمة هي طرف ثالث تنظم العلاقة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء وما بين المستثمرين الخاصين، لابد من وجود طرف ثالث ينظم هذه العلاقة. لذلك إذا دخلت التشاركية بشكل كبير وبشكل واسع في قطاع الطاقة الكهربائية بكل مكوناتها سواء بالتوليد أو بالتوزيع، طبعا النقل هو هون الشركة أو الهيئة الناظمة تكون مسؤوليتها تنظيم نقل هذه القدرة يعني المولدة وتوزيعها. يعني حضرتك عم تقول أول شيء لنشوف الشراكات مع طبعاً القطاع الخاص، ثم نتيجة هاي الشراكات ممكن نشكل هيئة ناظمة، ولا يعني المطالب أنه تتشكل هيئة وبعدين ككل دول العالم هناك هيئة ناظمة، لأنه حقيقة ما في توليد يعني مسؤولة عنه الحكومة وتوزيع مسؤولة عنه الحكومة أعتقد إلا بسوريا وبعض الدول. كل دول العالم هناك مستثمرين للقطاع الخاص أو للتوزيع من القطاع الخاص، هناك مستثمرين بالتوليد. ربط هذه المنظومة يحتاج إلى شبكة ذكية، هذه الشبكة الذكية تكون بقيادة الحكومة بالتأكيد وتحت سيطرة الحكومة، وتكون الهيئة الناظمة هي من ينظم العلاقة ما بين المستثمرين في القطاع الخاص والطرف الحكومي. نحن راح نشوف هلا لوين راح نوصل بالاستثمارات بالقطاع الخاص، شو الكميات اللي راح نتعاقد عليها، شو هي طرق عديدة للتعاقد في وزارة الكهرباء، ومن ضمنها التشريعات اللي حكيت بالبداية عنها اللي صدرت. هناك بعض الاستثمارات تتم عن طريق إنشاء محطات توليد وتسليمها إلى وزارة الكهرباء اللي هي اسمها مفتاح باليد مع تسهيلات دفع، وتبقى إدارة هذه تشغيل هذه المحطة وصيانتها واستثمارها من مسؤولية وزارة الكهرباء. يعني نحن فقط جبنا رأس المال حطيناه، ومسؤولية وزارة الكهرباء هي تسهيلات الدفع انه تسدد خلال فترة. هلا هون ما في مشكلة اطلاقا، لكن عندما يكون هناك طرق التعاقد الاخرى اللي هي البي او تي او البي بي بي، لابد من وجود هيئة ناظمة تنظم هذه العلاقة. يعني بيع الطاقة الكهربائية، كمية التوليد اللي راح تولدها، كيف بدي انقلها انا، التشريع الاخير اللي يعني اللي مهمة في المرحلة القادمة هي بموضوع الكهرباء، انه نحن ممكن الحكومة تطرح مشروع انشاء هيئة ناظمة ولا لا بكير لابد عليها. اذا دخل القطاع الخاص بالاستثمار لابد من هيئة ناظمة تنظم هذه العلاقة. ما هو بده يدخل يعني ما دام اطلقنا نحن لكن الى الان بده يدخل بس مو ملاقي التشريعات. هلا نحن كتشريع وكبنية موجودة في وزارة الكهرباء، وكفكرة موجودة لدى وزارة الكهرباء الهيئة الناظمة، لكن نحن بس سيادتك في مشاكل يعني طرحوها ايضا مستثمرين حول تسعير الكيلو وات الساعي، والى يعني اليوم اللي عم بينحكى انه اليوم الوزاره عندها كثير مشاغل، واليوم اذا بدها يعني تغير كل يوم تسعيره وبدها يعني بدها هيئه متخصصه بهذا الموضوع حتى يتم العمل بسهوله اكبر. هلا يعني التسعيره، معلش استاذ، التسعيره هي من 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 مهمه وزاره الكهرباء. هي من مهمه وزاره الكهرباء. نحن بكل المداخلات، وأكيد كنت حضرتك موجود بكل
المداخلات، ما كان في مداخلة خاصة بوزارة الكهرباء أو ملاحظة خاصة بوزارة الكهرباء إلا تسعيرة شراء الكيلو الكهرباء اللي صدرت بالفترة الأخيرة بالقرار رقم 6. هذه التسعيرة حقيقة تم دراسة بشكل متأني. هذه العقود تكلف ترتب على الدولة مبالغ كبيرة والتزامات كبيرة. هذه العقود ل 25 سنة. أنت وقت اللي بتيجي بتفوت على عقد مدته 25 سنة لابد أنه تشوف، يعني ما تأخذ الواقع الآني وتبني عليه الواقع اللي هو استراتيجية ما بعد 25 لا لا لابد من أن تلحظ ما هي التغيرات القادمة في المستقبل حتى لا تقع وزارة الكهرباء في عقود كما وقع فيها بعض الدول، تورطوا في عقود طويلة الأمد لعشرين أو 25 سنة وبأسعار خيالية. كان أنا في زيارة الأخيرة الأردن تشتري وزارة الطاقة الكهربائية الكيلو واط السائبي 22 أعتقد أو 25 سنت دولار، رغم أنه هلأ التكلفة الحالية له بالطاقات المتجددة بحدود الأربعة للأربعة ونص سنت دولار، وفي بعض العقود في دول الخليج وصلت إلى 1.5 يعني 1.5 تقريبا سنت دولار أو أكثر شوي. في دول الخليج وصلت بعض العقود ل 2 يعني 2 سنت فما دون. نحن طرحنا سعر اعتقد انه مجزي 7 سنت دولار للاستطاعات، تم تخفيضه بعدين ما هيك؟ لا لا لا، هو 7 سنت دولار للاستطاعات دون ال 10 ميجا دون ال 10 ميجا، وظل محافظ على نفسه دون 10 ميجا. أكثر من 10 ميجا طبعا هناك سعرين، السعر الأول لمدة 7 سنوات اللي هو 7 سنت لمدة 7 سنوات، وباقي المدة اللي هي بحدود 18 سنة لأنه 25 سنة العقد، نزلنا فيه ل 2.7 بحيث يكون وسطي السعر هو بحدود 4 سنت يورو. طيب برأيك سيادة الوزير، أنه كان الاعتراضات على التسعيرة من القطاع الخاص، هل هي اعتراضات يعني اليوم لزيادة مواردهم بشكل أو بآخر، أو لإقلاع هذا يعني هاي الشركات بالطاقة المتجددة؟ وكان في حدا من الحضور أيضا أنه قال أنه مثلا خذوا مثال الأردن، أنه يعني انطلقت بموضوع الطاقات المتجددة كانت عملت كتير إعفاءات وكانت تسعيرتها يعني مناسبة، ولذلك نمت موضوع الطاقة المتجددة في الأردن بشكل كبير جدا. أعتقد أن الإعفاءات التي قدمتها الأردن نفس الإعفاءات التي سنقدمها نحن، لكن نختلف عن باقي الدول نحن بالوضع الحقيقة اللي نحن منمر فيه اللي هو وضع الحصار واللي أثر على القدرة الشرائية للمشتركين للناس بشكل عام سواء للمشتركين. نحن أولاً الخطة بوزارة الكهرباء أو أي منشأة بتلحظ مصلحة الطرفين بالتأكيد، وإلا ما راح يصير فيه استثمار. يعني نحن بنلحظ أولا مصلحة الوزارة، واثنين لازم نشوف بالتأكيد مصلحة المستثمر، لأنه كمان إذا ما له مصلحة ما راح يفوت بالتأكيد، يعني إذا ما كان، لكن لازم نوازن بين هالمصلحتين. بس عم نطول كثير معاليك، يعني اليوم في مثلا منذ إطلاق الطاقة المتجددة يعني ما بعد صلى 7 شهور إلى اليوم لم ننجز موضوع التمويل فرضا، يعني عم بتكون بطيئة، ونحن بحاجة يعني اليوم لما بتكون أنت بحاجة الموضوع بتكون في طريقة أسرع من الطريقة اللي معتادة، مثلا أنه بدنا نساوي مشروع الفلاني ناخذ وقتنا فيه واحتياطاتنا اللازمة. لكن مثل هذا الموضوع اللي هو عم بيكون رديف للطاقة الأحفورية الموجودة في سوريا، بعتقد انه لازم تكون الاجراءات اسرع، او يعتقد يعني الناس انه لازم تكون في اجراءات اسرع حتى يقدروا يمارسوا اعمالهم بشكل اكبر، بيوتهم منشاتهم الى اخره، حتى يعني يستفيدوا من هي الفرصه يعني الموجوده على الارض. وقعنا نحن 3 عقود للطاقات المتجدده بثلاث مواقع لانشاء محطات توليد، أحد المشاريع انطلق وأموره جيدة ما رح أصرح عليه، المشروعين الثانيين انطلقوا ببطء
الحقيقة الإعاقة ليست لا من وزارة الكهرباء ولا من الحكومة السورية، هي بعض الإعاقات من الخارج، لأنه هم مستثمرين خارجيين يبدو أنه في ضغوطات عليهم خارجية، في ضغوطات، لكن أعطينا تسهيلات لم تعطى لي. طيب والمستثمر السوري في يعني ليش ما عم بيبادروا لهذا الاستثمار؟ لا، هناك بعض المستثمرين السوريين باشروا بادروا، وفي هناك أكثر من بحدود 30 ميجا مربوطة على على الشبكة، لكن باستطاعات صغيرة حقيقة، اللي هي 1 ميجا و 1 ميجا و 2 ميجا، ويعني هاي. وفي المستثمر عنده 5 ميجا بالطاقة الريحية بطريق حمص طرطوس. وأكثر من هيك يعني؟ لا، إلى الآن هي ما يقف عائق حقيقة في وجه المستثمر السوري التكاليف الباهظة، التكاليف الباهظة لإنشاء محطة توليد، لإنشاء 1 ميجا يحتاج إلى 700 إلى 800 ألف دولار الواحد ميجا، فهناك تكاليف باهظة. قد يعجز المستثمرين السوريين، ما بعرف يعني رؤوس الأموال السورية هل تكفي. طيب نحن عملنا قلت لك عقدين لـ EBC بلس F اللي بنسميها نحن مفتاح باليد، إضافة لتسهيلات دفع مع أحد المستثمرين الإماراتيين وإحدى الشركات الخارجية، طبعا برعاية أحد رجال الأعمال السوريين، لكن حقيقة هذول المشروعين في 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 بطء بالإنجاز نتيجة مخاوف، نتيجة الضغوط الغربية على هذه الشركات فقط. بدي استأذن حضرتك ناخذ بعد استطلاع رأي حول يعني موضوع الكهرباء والطاقة المتجددة. هو ملتقى يشير إلى أهمية تنويع مصادر إمدادات الطاقة، تنويع سلة الطاقة السورية بحيث لا تكون تعتمد فقط على الوقود الأحفوري اللي عانينا ما عانينا في تأمينه من خلال احتلال القوات الأمريكية لحقول النفط والغاز السوري. بشكل رئيسي الاستثمارات الآن في الطاقات المتجددة في سوريا متركزة على الاستثمارات الشمسية والاستثمارات الريحية، ولدينا مشروع تجريبي في مجال الطاقة نسميه الطاقة الحرارية الأرضية أو الجيوثيرمال إنرجي، وأيضا تم لفت الانتباه لها من عدة مستثمرين، ونحن جاهزين لتقديم المعلومات والتعاون بحيث أن يتم تنويع سلة الطاقة في سوريا. العرض الخاص ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وتشميل صناعة مكونات طاقات متجددة فيه من خلال وزارة الاقتصاد، وأيضا برنامج دعم أسعار الفائدة اللي بتحمل الحكومة من خلاله 7% من معدلات الفائدة عن القطاع الخاص عندما ينفذ مشروعات لصناعة طاقات مكونات طاقات متجددة. هذا القطاع من القطاعات المهمة جدا في سوريا. طبعا سوريا سابقا كانت تقريبا تمتلك كفاية على مستوى توليد الطاقة الكهربائية، كان في توليد يعني حوالي 9500 ميجا، لكن نتيجة الحرب اللي تعرضت لها سوريا تعرض هذا القطاع لاستهداف ممنهج وكبير. من المعوقات التي يجب أن تحل، أولاً يجب أن يكون هناك تمويل أو يكشف البنك المركزي مدى إمكانية تمويل هكذا نوع من المشاريع، يجب أن يكون هناك أراضي مخصصة سلفاً لمثل هذه المشاريع. يعني عندما تأتي الحكومة إلى هذا المؤتمر يجب أن يكون لديها طرح واضح ونهائي، أولاً من حيث الأراضي المفرزة لهذا الموضوع وهو تشاركية، يعني غير مطلوب من الدولة السورية أن تدفع لا بالدولار ولا بالليرة السورية لتمويل هكذا نوع من المشاريع، ولكن يمكن أن تكون متشاركة مع مستثمرين، مثلا الدولة تعطي الأراضي بينما المستثمر هو الذي يأتي بالآلات وإلى آخره. ثانيا أعتقد بأن رؤوس الأموال يجب أن تكون كبيرة للاستثمار في هكذا مواضيع، وهو ظلم لكثير من رجال الأعمال الوسط. التوجه لهذه الطاقات لأنها هي طاقات تساعد على نمو وتنمية مستدامة، تربط الأبعاد الثلاثية من خلال البيئة النظيفة والطاقة المستدامة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الاقتصاد النظيف والاقتصاد الأخضر. سنأخذ بعين الاعتبار أن هناك سياسة استراتيجية للدولة السورية مع عدم تفويت فرصة الاستفادة من تجارب الآخرين، إذن سنستفيد من تجارب الآخرين مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الاستدامة بالنسبة للاستراتيجية في الدولة السورية.
سيادة الوزير، يعني اليوم حتى المؤتمر يعني يبدي جدية وزارة الكهرباء في يعني أخذ كل الآراء، حتى يعني السادة الوزراء كانوا حاضرين بكثافة وكان لهم دورهم في إبداء رأيهم، وهذا يعني يسجل لحضرتكم حتى أنه نحن بدنا نحل مشكلة موجودة في موضوع الطاقة الكهربائية وحيتم حلها. حكى السيد وزير النفط الدكتور بسام طعمي عن تنوع مصادر الطاقة، وحكى عن جيوثيرما انرجي أنه نحن لازم نشتغل عليها، وأيضا تكلم الدكتور وزير الاقتصاد دكتور سامي الخليل على موضوع إحلال قانون إحلال المستوردات وأسعار الفائدة اللي فيها، أيضا صار في حديث عن التمويل وأنه لازم يكون في عنا أراضي مخصصة لهذا الموضوع، وبالتالي كان آخر شيء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل تحدث عن سياسة استراتيجية للدولة بشكل عام مع الاستفادة من تجارب الآخرين، لو توضح لنا الرؤية بشكل شامل وكامل. طبعا هناك استراتيجية واضحة لوزارة الكهرباء سواء من حيث الطاقات المتجددة أو من حيث الوقود الأحفوري، وما هي خطط وزارة الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة، هذه موضوعة، وعندنا استراتيجية وزارة الكهرباء وضعت حتى عام 2030 وتم المصادقة عليها في رئاسة مجلس الوزراء واعتمادها كخطة استراتيجية ناجحة إن شاء الله نستطيع تطبيقها. فيما يخص المستثمر اللي حكى عن، نحن طرحنا مروحة من الفرص وواضحة مخصصة، مروحة كبيرة من الفرص الاستثمارية مخصصة الأرض، مخصصة مدروسة من حيث الدراسة الفنية، موضوع لها دفاتر شروط خاصة، تم تزويد أي مستثمر من هؤلاء المستثمرين تم تزويده يعني المشاريع اللي طرحتها جاهزة كاملة، يعني ما في إنه جاهزة للتنفيذ طبعا، يعني ما في معوقات، تم طرح مروحة عديدة من الكبيرة من المشاريع الاستثمارية، وتم تزويد أي مستثمر طلب تم تزويده بسي دي يتضمن ما هي المشاريع الجاهزة للاستثمار حاليا في سوريا سواء بالطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية. هؤلاء يعني هذين المشروعين هناك أراضي مخصصة، هناك دراسات إشعاع شمسي، دراسات كومون ريحي تم تزويدهم للمستثمرين، ما هي الاستطاعة التي يمكن أن توجد في هذه الأماكن التي تم طرحها، هذا كله تم طرحه وبدقة، وزودنا في أي مستثمر طلب، كان هناك لجنة خاصة لشرح هذه الفرص الاستثمارية خارج إطار المؤتمر في الغرف الخلفية، كان هناك فريق عمل مهمته تزويد المستثمرين وشرح المشاريع للمستثمرين التي تم طرحها من قبل وزارة الكهرباء. فيما يخص مداخلة السيد وزير النفط، مشكور طبعا، مشكور السادة الوزراء والفريق الحكومي اللي شارك واللي دعم هذا المؤتمر وأدى إلى نجاح أعتقد أنه جيد. مداخلة بالشكل الطبيعي، تنوع مصادر الطاقة هو أساسي في كل دول العالم، لا يمكن لأي دولة ناجحة أن تعتمد على مصدر طاقة واحد، حتى في السعودية التي تعوم على بحر من النفط راحوا على الطاقة المتجددة، راحوا باتجاه 30% حاليا، خطة استراتيجية وزارة الكهرباء السعودية 30% التوجه إلى الطاقات من مصادر أخرى من الطاقة الشمسية، طبعا هناك تقريبا ومشاريع كبيرة تقام في دول الخليج بالرغم من أنها هي مصدر أساسي للنفط. هناك توجه أيضا للاتجاه نحو الطاقات الرديفة، أنا ما بحب أسميها غير طاقات رديفة، في دول العالم تنعم ليست تعويض عن نقص كما يحصل في سوريا، نحن لجأنا لكن مصدر موجود، لكن هو مصدر موجود، مصدر كلفة التأسيسية عالية شوي مصير. لكن هو مصدر مجاني مع الزمن، اثنين هو مصدر نظيف للطاقة الكهربائية. في كل دول يعني العالم، في كل دول العالم وضعت خطط حتى عام 2030 أو 2040 كل دولة أنه يوصل اعتمادها على الطاقات المتجددة بحدود 30-40%. طيب نحن شو خطتنا بسوريا؟ نحن لسه يعني هلأ بداية الطريق، لسه ما اعتمدنا، كان اعتمادنا الأول على الطاقة الأحفورية، بدنا نحاول نحن قديش بده يكون اعتمادنا على الطاقة الرديفة اللي عم تحكي عنها بتنوع، هل سيكون 20%-30% مستقبلاً 50%؟
بالتأكيد نحن خارجين من حرب، بعرف معاناة كل الحكومة بتعرف معاناة المواطنين من قطاع التيار الكهربائي أو من تأمين بعض الاحتياجات، بالتأكيد معاناة كبيرة، معاناة كبيرة أكيد أكيد يعني ما 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 لنا بعيدين بالتأكيد عن هذا الموضوع ونعرفه تماما ونعرف أحقاق، لكن نحن خارجين من حرب. خلينا نحكي بس عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا. خلال 10-15 يوم انقلبت الطاولة في أوروبا على كتير، زادت أسعار، زادت الأسعار، وحتى صار في خوف من التقنين في أوروبا، وهي لم تطلق طلقة واحدة في أوروبا. نحن 10-12 سنة وأكثر من 110 دول تدعم الإرهابيين وتشاركهم لتدمير البنية التحتية في سوريا بكل مكوناتها، سواء الكهرباء أو المياه أو النفط، كل البنى التحتية تم تدميرها، ولا زالت نستطيع بالحد الأدنى تأمين الكهرباء للمواطنين. أنا أقول بالحد الأدنى، وفعلا هو بالحد الأدنى، لأنه ما نكون رضيان عنه ولا حدا رضيان، أكيد ما حدا رضيان، ما حدا رضيان، وهو هم الحكومة بشكل عام، هم الحكومة يعني تأمين المشتقات النفطية، تأمين الطاقة الكهربائية، تأمين الأقماح، وجود المحتل الأمريكي في شرق الفرات حقيقة أربكنا نحن كحكومة، أربكنا كدولة حقيقة، لأنه هي منطقة مهمة من سوريا، هي خزان سوريا، لكن نسعى بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من 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 جهد، محاولة إنه التخلص من هذا الإرباك وتحسين مصادر الطاقة، تحسين دخل المواطن. نعمل جاهدين، لكن هناك سؤال أخير، لأنه يعني شارفت الحلقة على الانتهاء. اليوم في عملية دخول لأجهزة مستوردة للطاقة، شو بيقولوا، للطاقة الشمسية، الطاقات المتجددة الشمسية، الطاقات المتجددة، الألواح الكهربائية، عم تدخل الأجهزات، البطاريات إلى آخره. صح. عم بيكون اليوم مشكلتين أساسيات يعني تجاه المواطن السوري. أنا بيقول إنه نحن بدنا نعمل طاقة متجددة لكن غير قادرين على التكاليف، وشرحت حضرتك إنه حيكون في الفترة القادمة إنه حلول في قروض وتحسين لهذا الموضوع، بحيث إنه يلي بيقدر يعمل طاقة شمسية. لكن الموضوع الأهم أيضا جودة هذه المواد الداخلة، هل تسعى يعني وزارة الكهرباء لضبط دخول هذه المواد؟ وكنت أعلنت سابقا أنه كلفت مركز بحوث الطاقة بمختبراته بإجراء هاي الاختبارات، لكن ما يحدث اليوم على أرض الواقع بعده مثل قبل. صحيح. ما يطلع القرار. صحيح. بالتأكيد هي مسؤولية وزارة الكهرباء والحكومة ككل التأكد من مواصفات المواد الداخلة إلى السوق، وهي نحن ما متصل من مسؤوليتنا، بالتأكيد هي مسؤوليتنا. طبعا نحن أعلننا أكثر من مرة كوزارة كهرباء عن لشراء مختبرات للتأكد من الجاهزية، لم نستطع نتيجة التكاليف العالية، تم تكاليف عالية جدا معروف، تم الدخول بالتشاركية مع مستثمرين خاصين لإنشاء مخبرين، أحدهما في دمشق والآخر في طرطوس. دمشق طبعا للمنطقة الجنوبية كافة، وهو أكثر معبر ممكن يدخل منه ألواح طاقة شمسية وتجهيزات الطاقات الكهربائية، هو معبر نصيب، لذلك تم إحداث مخبر حاليا بطور استيراد تجهيزات، هي إن شاء الله ستصل قريبا، وصل جزء والجزء الآخر إن شاء الله قريبا سيصل، وسيوضع هذا بالاستثمار بالتأكيد تحت إشراف وزارة الكهرباء، المركز الوطني لبحوث الطاقة، أيضا في طرطوس نفس الشيء، كونه معبر المينائي اللاذقية وطرطوس ممكن أن يدخل، لذلك تم أيضا الاتفاق مع شركة أخرى لإنشاء مخبر في هذه المنطقة، وإن شاء الله كمان قيد التوريد. حاليا التجهيزات الموجودة، كل التجهيزات اللي بتدخل بشكل نظامي يتم مراقبتها من مركز أبحاث الطاقة، مركز بحوث الطاقة بالأوراق، لأنه ليست هناك تجهيزات دقيقة، ليس هناك مخابر، هناك بعض التجهيزات الاختبارات البسيطة
حاولنا قدر الإمكان حقيقة التعاون بالتعاون مع الوزارات المعنية اللي هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، ضبط الحدود حتى نكون التجهيزات التي تكون تحت السيطرة. أنا قلت سؤال أخير، لكن هلأ تذكرت موضوع هام، هو موضوع الطاقة، يعني موضوع الزراعة والطاقة المتجددة. نعم. أنه اليوم شو بدها تشتغل اليوم وزارة الكهرباء مع مثلا وزارة الزراعة في موضوع المياه اللي موجودة بالآبار أو كثير مهم هذا الموضوع. نحن منشجع أول شيء الطاقات المتجددة، منشجعها بشكل كبير للآبار، آبار الشرب عفوا، آبار مياه الشرب منشجعها، لكن بموضوع الآبار الزراعية لابد أن يكون هناك ضبط لهذا الموضوع، لأنه أيضا نحن من الدول المهددة بالجفاف نتيجة تغير الطقس. يعني القصد أنه ما يصير استجرار للمياه طبعاً بشكل عشوائي. طبعا استنزاف للمياه الجوفية اللي هي هذه ثروة من الثروات التي يجب الحفاظ عليها وتقنينها بحيث تكون هي يعني مصدر أمان لمياه الشرب، لذلك لابد من عقلنة هذا الاستجرار. أنا يعني ما بعرف، سمعت أنه في ممكن يكون عدادات تربط مع وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالآبار اللي عم تحدث. لا هي لا تربط مع وزارة الكهرباء، هي لا تربط، هي هو عداد، هو عداد يلزم صاحب المنشأة البير بعدد بعدد أمتار مكعبة محددة تحددها وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية حتى يتم ضبط كميات استجرار المياه من الآبار الخاصة للزراعة. هذا الموضوع مهم جدا. وين وصلت بسيادتك هذا الموضوع؟ يعني لأي مرحلة؟ يعني في دراسات، في دراسات أو في أعمال ماني بصورته تماما ما بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لتطبيق هذا الموضوع قبل التشجيع. نعم. لأنه نتيجة خروج بعض المناطق من سوريا مثل منطقة الشمال السوري وشمال شرق سوريا وجنوب سوريا وحفر آبار بشكل غير منطقي وغير مدروس أدى إلى جفاف. صحيح. جفاف الخابور، جفاف بحيرة الزريق، لذلك بالعمل المتقن. تماما. أشكرك جزيل الشكر المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء لحضورك معنا في الحوار الاقتصادي وقناة سما، شرفتنا، ويعني شكرا للشفافية حضرتك في مواضيع تتعلق بالمواطن وأيضا في حياة الاقتصاد السوري والصناعة السورية، لأن الطاقة هي أساس هذا الاقتصاد في البلد. شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر لك وللأخوة المشاهدين، وإن شاء الله يعني نكلل أنه نستطيع نقدم شيء إن شاء الله خلال الفترة القادمة من زيادة كمية الطاقات المولدة والتي ستنعكس بالتأكيد إيجابا على ساعات التغذية للأخوة المواطنين بإذن الله. إن شاء الله. إذن يعني اليوم موضوع الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التوليد وأيضا يعني الدخول في موضوع دعم ورفض الاقتصاد الوطني بالطاقة والمنشآت الصناعية هو موضوع يعني لا يتعلق بصراحة وزارة الكهرباء بشكل خاص، إنما يتعلق بعدد من الوزارات وعدد من الجهات اللي بدها تكون داعمة لوزارة الكهرباء حتى تقوم بواجبها تجاه المواطن السوري وإيصال الكهرباء إلى المناطق والمنازل وبشكل قوي ورديف، وأيضا محاولته في عملية إطلاق الطاقة المتجددة واللي تحدث عنها السيد الرئيس يعني بكل بالفترة الماضية سوف يتم إنجازه، لكن لازم في تعاون من كل الجهات مع وزارة الكهرباء لي يعني دعم هذا المشروع وإطلاقه بالسرعة القصوى. أشكر جزيلا لكم مشاهدينا، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة من الحوار الاقتصادي. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.